تجيبيش الولاد؟ قلت معليش. ما نخبيش عليك خويا العزيز، كرهت هذيك الدار. ما تدنيش لبناتو، وراني حاكمه حدك. بديت ما نحبش نقابل مرت بابا، ما قدرتش ميم با نشوف فيها. طيبي وغسلي ومسحي وسكتي. اني ساكته. مسامحك عليه، الشيطان واعر. بصح باش يزيد يجيب لي مرت باباه وبناتها يعيشوا معايا هنا، انا هذي اللي ما نقبلهاش. هي والله غير راني مسامح لها. بصح على غالب، ما نقدرش ننسى واش كانت دايرت لي في صغري. حلم اختي تعيشي، لازم تخرجي من هاد الحاله. يا سيدي نقولوا ماشي على جالك، على جال المهدي. ولا ما عجبكش الحال هذاك شغلك، خمي باش تبداي حياه جديده. حياه جديده وعليها انا تهنيت من قديمه. لا لا ولا تهدر ايه وتحاسب فيا، والله غير هذه جديده. بصح المشكل ماهوش انا، المشكل في رانيا. ما تقوليش زاد تقلقت منهم، ولا يستاهل مع مولاهم. مرة ترجع لها الهضره، مرة تكذبها، ماهمش يتفاهموا كامل. أنا ما نجاوبكش دوكا، بصح ديري مليح في بالك باللي منا والفوق ما نزيدش نسكت لك. ما عندك كيما ديري. نقول كلمة ما نعاودهاش. أختك ما نحبهاش تجي كل يوم هنا، راكي تسمعي فيا. اسمعي يا لالا، راني في دار أختي، وأنتي ما كان ما دخلك. ما كان ما دخلني، نشوفوها. ما فيها والو، مرحلة وتجوز. المهم الطفلة ما تضيعش قرايتها. راني مبحرة على بالك. المشاكل اللي راني فيهم يكفوني. راني حيرة انا مع فاميلتي كيفاش راح ندير؟ الدار صغيرة مضيقة، وزيد بنتي كيفاش تبدلت ما فهمت علاش. اسمع وجد روحك، مشكلة هاد الدار قريب يفرى، نهار الخميس يبداو يرحلوهم. راني حابة نعاود نفتح لوزينة. هادي هدرة مليحة. حتى انا كنت حاب نهضر لك على هادشي. على بالي. وكيفاش راكي راح ديري؟ ها؟ ما تقوليش انت اللي راكي تحت حكمه. لا لا. كاين واحد. هيا مليح. خلاص. عيطي له ونهضر معاه نتفاهم معاه. أنا حبيتك أنت تسيرو. أنا؟ خويا رشيد.
ما لقاش واحد خير منك. يصون مال وليدي ويكمل واش بدا باباه. بصح انا اختي راني خدام ما نقدرش. شوفي انت يا واحد حطيه فيه وانا نعسهم البعد. حبس خدمتك وحكم لوزين. ما شكيت انا ما نعرف لا لوزين ولا السلعه اللي في لوزين ولا في الماتيريال تاع لوزين. لازم واحد اللي يعرف لوختي. ولا غير ساهل اخويا رشيد، ولا انت راح تخدم، انت ما دير والو، سير برك. كاين الخدامين وكاين المختصين، وزيد شوف كاش واحد يعاونك هكا تعلم الحرفه. قول ايه، مانيش حابه المصنع يطيح في يد واحد ما يعرفش قيمته. يا اخي سلمى عزيز عليك، ديرها خدمه ليه هو، وهكذاك تخدم عند روحك وعندك الوقت وتكون لاتي لعائلتك. ما نقدر نقول لك والو درك اختي، خلي لي وقت نخمم فيه. حتى اني حبت انت نشاور حمد، ما مولا ما ساعدنيش الحل شفتك واحد تعتيقه وخلاص. خمم مليح. بصح انا مادا بيا انت وبعد نشوف. خلينا في المهم دو، كيفاش انتي اكون ناوية تقعدوا وحدكم هنايا؟ ما نقدرش نخلي داري. حتى انا ما قلتلكش خليها اختي، انا ما عطينيش قلبي تقعدوا وحدكم هكذا في فيلا قد هاديه. ما نقولكش روح انت وعائلتك عيشوا معايا، على بالي ما تحبش. ما تقوليهاش خير. على كل حال انا ما نقدرش نجي. واش قلتي نشوفك رياض؟ لا لا خويا، رياض وعائلته انا ما نحملهمش. حليمة نهدر مع رياض ونزيرو. لا لا خويا رشيد ما تحتموش عليا. ودوك ما تقدريش تقعدي وحدك، سوتو حكيمك على رايحة. يظهر لي انني مطولة. انت علاش ما تشوفيش جمال جيت تسكنوا معها؟ قلت لها ما حبتش. جمال، جمال راسو خشيني اكثر منك. قلت له في الاول، قال لي امبوسيبل نسكن عند نسابي. خلاص راني نقول لعمي محمد يجيب عائلته ويعيشوا معايا. وهذا عائلته كبيره؟ عنده زوج دراري، واحد في الجامعه وطفله قاعده في الدار ومرته. هكذا يدهن رياض من هذاك استوديو، حتى هو راح يهبل كي راهو فارغ. صباح هضر لي عليه. انا هذاك ونروح. رشيد خويا قعد تعشى معانا. ايه عندها الحق، قعد تعشى معانا. ما نقدرش، لازم نروح نلحق برانيا قبل ما تروح عند خالها. علاه غير عند خالها؟ لا لا، هي تروح تقعد العشيه برك ومن بعد يجيبها هو. رشيد علاه ما تجيبهاش معانا؟ على بالك بلي ما نحبش. وهذاك واش يحب منى؟ تبعد رانيا من الدار. واش معناتها هاديه؟ لا لا، تقصد على سليمه. وحتى سليمه ما تقلقش روحك خويا، تعرف حليمه تهدر برك. جاب لها ربي نسا كامل كيما مرت بابا. ثم والله غير داك تعرف شنو تدخلوا لي واحد الشك بالمعاني والهضره تاعكم. تقول لي شو نحس روحي شو العمامه ما نشوف والو. ما كاين والو، لو كان كاش ما كاين احنا ما ندخلوش روحنا. اشرب اشرب قهوتك. قلت لك شو والله ما قلت لك. مين طرى فيه؟ مين طرى فيه الدجاج ونتايا؟ طلع السكر، طلع الكحوة. زيدوا شوية وتبعوني. الوقت. السلام عليكم. السلام. وين أخويا؟ نجي للعشاء. واش مني ما حتيش نتخالك؟ لا لا ما عنديش اختبار.
ومنى وراهي. راهي في بيتها. اسمعي، ما نروحوش نتعشاو معاهم، خليهم حتى يتعشاو ويكملوا ويخملوا هذيك الطابله باش نروحوا انا وياك. ماذا بيا، حتى انا ما نحبش نقابلهم، يعييو سورتو هذيك المعوقه. ياي مالحبيبه. علاش راكي قاعده هنا غلق الباب؟ راني قاعده مع اختي. عسلامه خويا رشيد، واش راك؟ هادي مده ما شفتكش، كل ما نجي لهنا ما نتلاقاش بك. وني الحمد لله، بصح انت راكي كي قاعده هنا والظلمه قلبتها، راح الحال. ماشي قلت لي تخدم في الليل، انا عيطت لها باش تبات معايا. ما خدمتش اليوم، انا عيان، خليت صاحبي في بلاصتي. بصح علاش تبات معاك وهما راهم هنايا؟ نتقلق، ديجا حتى وحده ما هي تهضر معايا. كيفاش واحد ما هو يهضر معاك؟ رانيا، انا اليوم نديروا لي حد لهذا المشكل. واش هذا الكلام اللي تقول فيه؟ واش غيتقول؟ راهي تقول بلي ما حبيتوش تهضروا معاها، وراكي ترجعي لها الكلام قدامهم، وراكي ديري في المشاكل والباقي على بالك به. صار مالا هي اللي غادير في المشاكل، وهي اللي ماهيش تهضر معانا، والباقي هي على بالها. انا اللي ما نحبش نهضر معاكم. ايه، وعلى بالي بلي ديريها بالعاني باش سليمه تكره وتروح عند حليمه. بصح ما تخميش، حتى سليمه ماهيش حابه تقعد معاك، راهي قاعده لهنا باش تقعد تشد ريما كي نروح انا نغرى. هذا ما كان. وعلاه انا مانيش قايمه بريما؟ إيه، ما راكيش تشدي فيها، راكي ديري لها شغل لانوغيس ديالها، ماشي كيما يمات. نقول لك صح بابا، ما كنتش حابه نقول لك مع الاول، ما حبيتش ندير لك مشاكل. مع الاول قلنا معليش معليش، ما تحبناش، ما تحوسش علينا. حتى ريما فهمت وما ولاتش تروح عندها. جات ربيعه وبناتها ولات تتعاملهم كي شغل خدامات، تقولهم كلام يجرح، وهذا الشيء ما نقدرش نسكت عليه. خساره عليك اختي رانيا. انتيا ما تدخليش روحك. حبيت نشوف اختي تنحكر قدامي وما ندخلش روحي. نقول لك ما تدخليش روحك، سكتي ولا روحي لها. خلاص انا غدوه نرفد سليمه وريما ونروح عند عمتي حليمه. واش هذا الكلام هذا يا بابا؟ مانيش حابه ندير لك مشاكل، وهي كي حبت تقعد وحدها مع اختها في الدار نخلوها لها. بصح كيفاش رشيد؟ صافي امنتها هي، ياك كنت تشوف بعينك كيفاش كنت قايمه بولادك، حاجه ما خصتهم معايا. ماني مامنك لا انت لا هي. ايه خلاص معليش، دوك نروح لدارنا. على بالي هذا واش غيتحوس بنتك باش تخير بيني وبينهم، على بالي بلي راح تخيرهم هما. يا منى، راني محتاجك توقفي معايا، انا حاب تعاونيني. على بالي بلي هاد المشاكل نهار اللي جات ربيعه وبناتها، مانيش نقول بلي هما اللي راهم يديروا فيهم، بصح فهمي راني موالفه تقعد وحدها. المشاكل هذا والضغط اللي طاح عليها راه يتخلفوا فيك، لخاطرش هي دايره تكيم معاها. اسمعي، روحي جوزي يا مات في داركم، سمعنا الجاية ترحل ربيعة وبناتها، هكذا نعاود نرجعك الحالة تولي كما كانت. نروح وحدي بلا ما تحاوزني. أيوا، وجدوا روحكم. شتي كيفاش لقى السبب باش يديني يا مات لدارنا؟ على جلدكم متأكد باللي كاين اللي يعسلوا بناته، بصح ما تخميش، كي يروح يجي يديك. اسكتي عليا ما تزيديليش. بابا اسمح لي، والله ما كان قصدي، انا الغلطه. ما كان والو بنتي، ما تقلقيش روحك، واش بيك؟ رشيد وليدي، حبيت نسقسيك برك على السكنه الجديده وقتاش؟ السمانه الجايه ان شاء الله، السمانه الجايه يبداو يرحلوا. السمانه
سمح لنا خويا رشيد اذا درنا لك مشاكل. واش بكم؟ ما كان والو. هي برك حبت تروح لدارهم، عندها بزاف ما راحتش. انا قلت كي راكو هنا راكو مع البنات خليها تروح. معليش تبعوني للكوزينه. وانتيا اخر مره نسمعك تقولي هذاك الكلام تاع نروح عند حليمه ولا نروح كاش دار، ما تسمعي فيها ما نجيش نعاود. بس صح رشيد بس بس ظرف ما نلقى كيما وصلتك داكور. ها اسمع قول لي السرار خديجه قالت لي باللي ديت منى لدارهم. ديجا سمعت حاجه ما تخفى عليها هذه. انت واش في بالك؟ على بالك باللي بالها راهو كامل في دارك. ما كان والو بديتها تريح يامات في دارهم. هكدا باش تراجع حساباتها وتفهم بلي لازم تبدل والا والا واش؟ واش تحبني ندير احمد؟ قداش نسمح انا ببناتي على جالها انا؟ صح على بالي واحد ما قال لك سمح في ولادك شوف كيفاش تصلح الامور غير بالعقليه. لا نحليها هكذا خاطش المراه اللي تحب تشد في دارها لازم تبدل راسها كيما هذه هكذا لازم تدير معاهم. هاي شوف ضربنا شويه هو برا خير. بصح نقول لك حاجه نسقسيك معليش. سقسي خويا العزيز. انت في بالك مونا هي اللي لازم تبدل؟ شوف حمد راني على بالي بالك تزيد شويه من عندها بصح باش تقدر ما شكيتش. شوف وكان جو متفاهمين مليح والله غير رانيا ما دير مشاكل نعرفها بنتي ونعرفها. بصح مونا تانت يا دير عقلها على عقل طفله صغيره يا خويا تجيها غير بشويه بلي ملحه تكسبها. انا معاك بصح لافوت تاعك. فاش لافوت ديالي تاني؟ يا صاحبي انت راك تغيب عليهم بزاف. لو كان على الاقل راك تحضر في الوقت وتقعد معاهم وتقابلهم وتقصر لو كان بالك راهم لاباس. عندك الحق كلامك يشجعني باش نقبل الاقتراح اللي قالت لي عليه حليمه من غدوه ان شاء الله. واش من اقتراح راك تهضر عليه رحم بابك؟ قالت لي نحكم لها لوزين تاع المرحوم. انا نهضر لك على بنتك ومرتك باش تقربهم شويه وانت راك تحكي لي باش تخدم في زوج بلايص. وشكون اللي قال لك بلي راح نخدم زوج بلايص؟ اما لا واش راك تقصد تحبس الخدمه؟ واش رايك؟ انا نقول لك صح لو كان جات لي ما تحبش على خاطر يا حكام اللي زاني هادوما اللي خدمتهم وانت راك قريب الله ريتريت. ايش شحال مازال 10 سنين من هذاك الوقت رانا تزوجها منى بلا ما نفيق. واش راك حاسبها ربيعه؟ انت ما راكش كيما باباك. الله يرحمه ويسعده ربي يسامح. ايوا واش قلت؟ ندفع لا ديميسيون. واش تحب نقول لك يا اخو؟ خمم مليح على خاطر انا الشرطه هي حياتي. على خاطرش انت راك مستقر في حياتك. انا راني بعيد بزاف على داري خويا العزيز سوتو من نهار اللي زادونا في الكراد من ميسيون ميسيون يا خويا العزيز راني بعيد بزاف على داري وانا ما خرجتش عليا. اسمع هذا هو واجب الشرطي لازم له يضحي. على بالي خويا العزيز خدمتنا مليحه بزاف وفيها مسؤوليه كبيره وانا نشوف فيها بلي ما نيش نادي فيها كما يلزم نخليها لواحد اخرين خير مني خير. واش تحب نقول لك؟ دبر راسك شوف اللي يخرج عليك. واش واقيلا من بالك صح خلاص دفعت لا ديميسيون. هيا 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 يلا صح. انا حسبتك كاع نسيتيني. لا انا ما نساكش. كي راكي هدى مليحه؟ كنت تقراو في قسم واحد؟ مع الاول ما داروناش في قسم واحد كي راح نهضر معاهم بابا دارونا كيف كيف. بابا محافظ الشرطه ياك؟ لا لا يخي حبس خساره وانا كنت مسحقاتو في قضيه. معليش بصح راجل عمتي مازالو يخدم لتماك. غير نزعق معاك. براكم رايحين للدار؟ كنا رايحين للدار بصح دوكا ما نقدرش نروح للدار. انا نروح استاذة ماما وصلتني نشري الخبز بقى لاخر. هدروك مانيش استاذة دروك راني كنزة. كنا نقراو عندك تلاميذ قال كانوا يحبوا الدرس تاعك. مليح على خير على خير.
راني رايحه نشي ساندويتش، تجي معايا؟ نجي معاك بصح معايا سليمه باش ما تقلقش عليا. سليمه وماماك؟ قصدي ماماك منى، ما كاشها في الدار يا اخي؟ هكا تسميها؟ ما نسميها لا ماما منى لا منى، وما رايش في الدار، ما نسميهاش كاع. الو سليمه، ودرك بعد ما كلينا وشبعنا قولي لي علاش ما عيطتيليش؟ تقلقت عليك. ولا غير كنت رايحه نعيط لك، بصح هاد اليومات الاخرين كانوا عندي بزاف مشاكل. بصح من المفروض كي يكون عندك المشاكل هي اللي تعيطيلي، ولا خلاص ماكش ديري فيا ثقه. ماشي هكاك، بصح كل ما نتلاقاو نصدعك غير بمشاكل ديالي، مانيش حابه نكسر لك راسك. رانيا هاد الهضره ما نحبش نسمعها، تعرفي شحال نفرح كي تفرغي لي قلبك. نعرف واش معناتها كي يكون قلب الواحد معمر ما يلقاش لمن يفرغ. بصح معليش انا حكايتي باينه، منى راحت لدارهم ومالي بابا تاع الحمراء راهم عندنا وقريب يروحوا. احكي لي انت، قولي لي واش راكي، كيفاش راكي؟ وانا حكايتي ماشي معقده، ما نولدش طلقني راجلي. بصح قولي لي كيفاش تزوجتي به؟ كيفاش حتى تلقك؟ معلي مازال كي صغير على هذا الموضوع، بصح معليش نحكي لك. كنا نعرفوا بعضنا بعض من زمان، ملي كنا صغار حبينا بعضنا وتزوجنا، ومن بعد 4 سنين زواج حتمت عليه يما باش يطلقني. كنتي تحبيه؟ كنت في الماضي ناقص يا اخي، مازال كي شافي على الاعراب. هو كان يحبك؟ لو كان حبني ما يطلقني. بصح قولي لي بالك يكون مشكل فيه هو اللي عاقر. درت تحاليل وتأكد باللي مشي منه. وانتي درتي تحاليل؟ علاش نديرهم مادام تأكدنا باللي مشي منه؟ تما مني. معلش انا قلت لك اكي صغيرة وعلى بالي بلي راح تلقى خير منه. بصح كي يعرف باللي ما نولدش يبدل راي. ما تعرفي بالك تلقاي واحد عنده دراري، ولا واحد ما يحوسش على ولاد. باش يعملوني كيما مرت اب. راكي عارفه كيفاش الناس تشوف مرت الاب. انا لو كان جات مرت بابا مليحه معنا نعملها كيما يما، وتاني كيما النساء محتاجين الدراري، دراري محتاجين ليمات، سورتو كي صغار كيما ريما. ما قلتي ليش كي راهي ريما؟ واش راكي ديري هنا؟ اسمح لي انا اللي قلت لها تجي معايا. اسمح لي ما عرفتكش. بصح قلت لهم باللي ما نجيش للفطور، عيط للدار وقلت لهم. صحيح بنتي راكي في بلاصه بعيده على الدار، ما تقريش العشيه؟ ما نقراش. يعني هابط للدار. تحبي نوصلك في طريقنا؟ لا لا معليش نسكن قريب منا. كما تحبي. هيا روح. زكي زفان عليك عيط عليك قدام شيخة. انتي ما لاباليش شفون هذيك. شفت كيفاش هبط من الطونوبيل؟ شو راح تتضارب؟ والفت في الخدمة ديالي، كنت هكذا داير. شبه الطونوبيل، تعمتي؟ عجبتك؟
ومونة وقتاش تجي؟ لا ماما مونة ما عليها واش ديها؟ مانيش حابة نكون أنا السبة ديالها. مازال شوية غير غدوة نبعت ربيعة والبنات يجيبوها. إيه ودارهم شابة؟ شحال شابة؟ مش كيش كانوا يحلموا بدار كيما هذيك؟ ملاح؟ أيوا راني واش رايك نديك تروحي تشوفي لوزان؟ إيه بابا ولا باترون؟ مازال شوية خصني السيجار. والكوستيم؟ مازال حتى تخرج كل شيء بنيه ونخدمو سير ميزير. شحال نفرح كي نشوفك تضحكي. مرحبا بك. خديجة راح تقديم. سحقك انت. معليش تفضلي جوزي جيت ريح. لا 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 عيط خويا احمد وما على باليش واش من الطريق نفكر فيه. حبيت نسقسيك ولازم تجاوبني. غير الخير سالم ما بقاش امل باش نلقاوه. الغايب في حكم الله. ما نقدروش نقولوا ما بقاش امل مادام مازال ما لقيناش الجثه نتاعو. جثة؟ واش تحبي نقول لك يا اختي حليمة؟ في هاد الساعة راهو يعتبر من المفقودين. على خاطر كاين ناس بزاف اللي راهم في لامورك. العائلات نتاعهم ما تعرفوش عليهم على خاطر تشوهوا. ويقدر سالم يكون واحد منهم. ممكن لا لا. ما جاوبتنيش. وانا ما على باليش واش نقول المهدي كيسقسيني. قولي له الحقيقه. قلت له ما قدرش يفهمها. يعني جميع الناس اللي ما لقاوهمش يعتبروا من المفقودين. اذا فات مده طويله يصرحوا بهم. موتة. Thank you.
واش راك؟ لاباس خويا الحمد لله. حليمة، انت تبقاي هكذا دايما حزينة، واش حبيتيني ندير مادام الامور ماشي واضحة في بالي؟ شوفي، سالم ما راش وحده اللي ضاع في الحملة، قطع عليا سختي، قطع عليا سوتو، هو كان في بلاصة اللي تنضرت بزاف. على بالي خويا رشيد، مانيش قادرة نقطع الياس. يا لو كان راه حاضر معانا ويعرف شحال حزنتي عليه هذا الوقت كامل. بزاف باش قنعت روحي وبدلت نظرتي للحياة، بديت نشوف فيها غير شي جميل. احنا نسالم حرصوا على سعادتي انا وليدو. وفي رمشة عين كل شي تبدل عليا. اختي ما قلتلكش ما تحزنيش عليها، بصح من حقك تبدلي حياتك، حتى الملكة حتقعدي هكذا. المشكلة انه خلاني معلقة، ما عرفتو حي ما شفتو ميت. بالك على مهدي دوكونجي. السلام اختي، مبروك عليك، الحمد لله لقيتي ديري حاجه تنسي بها على خاطرك. قولي لي، عجبك الصالون؟ يهبل كيف ما كاش، بصح انا ما نقدرش نقعد هكذا نتفرج فيهم هما يخدموا وانا نشوف. ايه تتعلمي بالعقل ويا خنتي، من بكري تحبي الحفافه حليمه. ايه راح نتعلمها ماشي على خاطر نحبها، بالسيف عليا. انا من الاول قلت لك ديري بيغو داركتيكتور. انت تاني خدمه كيما هذه لازم لها تركيز، لازم لها الوقت، سيريو. خلاص خلينا من هذا السوجي، المهم درتي حاجه اللي تحبيها وتخرج عليك. روحي البنات. اختي حكيمه، امل سبا، امل اليسا، وعجبكم الحال؟ اسمعي بصح جبلي ربي، ما تقدروش تخدموا وحدكم. سي فري كافيك دو زابرونتي سا سري ميو مي سا فا بور مامون. ما كاش بزاف الغاشي دونك بالعقل. معليش. ايا بون كوراج. ميرسي. اسمعي، على ما تشوفيش معنا لوعة وفريا اللي يعاونوك بعيد الشر، حابه تعاودي ترجعيهم في حياتي. خلاص المهم مبروك عليك، انا نروح حليمه. مازال الحال، عندي خدمه اختي. نحشيه شيء. نهاية صحة. بون كوراج. باي باي. واش ما عيطلكش؟ لا لا ما عيطش. يرحم بابك، كاين راجل اللي يدي مرتو لدار ماليها وما يحوش عليها فايت سمانة. هذا حتى ولا حبيت تلقها ماشي هكا، يعيط لها باش يتفاهموا على الطلاق. بعيد الشر، واش واقيلا حبيتيني نجي نساميك هنا؟ ولو كان تلقي واش ديري؟ ماشي تجي تساميني هنا. ما نقبلش هذا الطلاق. خلاص يا كريمه، نقول لك الصح
هاني بديت نخاف، مانيش حابه نطلق. كون غير ما سمعتش كلامك. واش انا دوك عبيتي ترديني انا السبه؟ انا نقول لك علاش ما عيطلكش، خاطش مالي راه في الدار. ما يسحقكش كان لي طلا في بناته وهذيك المعوقه نهار كي راح له يحوس عليك. وعلاه؟ واش خصهم بناته؟ تربيه والعقل. كي رانيا كي سليمه، كل ماشي انت هي اللي دبرتي عليا وقلتي لي ما تقربيهمش منك باش ما يداصلوكش وما يديرولكش مشاكل، كون انا ما وصلتش لهذا الشيء. واش فيها كون حبيتهم؟ كون دوك انا ربحت المحبه تاعهم. ياك شتي باباهم شحال شاد فيهم. ايوا كي لحقتي لكلامي، باباهم شحال شاد فيهم. وانت جبتي معاك بنتو ولا وليدو باش يتوحشهم يجي يحوس عليهم ويحوس عليك؟ واش راكي تقصدي بهذا الكلام؟ فيقي مع روحك يا الجايحه، فيقي. لوقتاش تقعدي خديمه عندهم تما؟ لوقتاش تقعدي تخدمي غير على هذوك الزوج بنات؟ وانتي ما تجيبيش دراري دوكا، راكي قاعده امراضيين عليك تهمبر. ديروا بيك واش حبوا، ونهار يكبروا ويعودوا ما يسحقوكش ما خفتيش؟ وكان يطلقك هكا برك ما يخسر عليك والو. لا طفل لا طفلان. واش ندير يا اختي؟ واش ندير؟ ما حبش الاولاد. ياك سمعتي نهار اللي جاوا خطبوني واش قالوا لي؟ واش قالت؟ يا وخمي على روحك، ما حرتي لا فيها لا فيه. لازم لك طفل في هذيك الدار باش تضمني حقك وتحسي بلي انتي مولات الدار. وهكا واش ديري؟ وعقوبتك ما كان والو، ما خممتيش؟ انا خايفه نديرها. انا نبقى نشفع عليك لام خديجه كي قالت لي خويا قادر يحاوزك بك باللي في كرشك. انت ما تعرفيش كامل تعيشي. حليه ابكيلو سيسيه، هضري معاه بالعقل، شيطيلو، على باليش ديري اللي جات. المهم ما تقعديش هكا وخلاص. بصح كيفه نهار الاولاني قبلت بشروطه ودور كان بدل رايي. علاش كاين اللي ما يبدلش رايو؟ الكلمة يضل يتبدل، كلش يضل يتبدل في هالدنيا، كلش، وانتي ما تبدليش. يرحم بابك بركي متمسخير، خمي شوية على روحك. هاني نسيت هذه ثاني باش نجيبها لكم. هاتك الصحة. وجدتوا رواحكم هاو جا رشيدة؟ أنا واجدتي لك على بالك كل شيء راح في الحملة. صح، معليش معليش، بركة فيها. خلاص راك واجدين؟ رانا واجدين. أي أنا مادا بيا تانيت نشوف الدار هذيك ونشوف واش يخص فيها. رياض وراه. ما شفناهش من الصباح. خليه يدبر راسو، مالا يجي في الكار وحده. ولا نقولكم نديكم تشوفوا الدار نقيوها وتعودوا تولوا لهنا تباتوا. ما كان لها الرشيد، بزاف عليك. وكيفاش نخليكم تباتوا في الدار على الارض هكذاك فارغه؟ معلي خويا، ندتنا خديجه شويه فراشات وغطه ندوهم معانا. فليان ما يكفيش، كيفاش طيبوا؟ واش تاكلوا؟ قلقناك معنا رشيد، اسمح لنا. يا رانيا راحي بنتي، جيبي شي بيدن وجيبي نشاشف وشي سحقوا باش ينتفوا. هكذا نديكم نحطكم تما والعشيه نعاود نولي لكم. رشيد اسمح لي يا وليد. على واش؟ على كل شيء، على اللي فات. اللي فات مات، انا نستنى فيكم برا. ربي يسهل، من بعد ان شاء الله. سلامة خديجة.
السلامه. ومن بعد ان شاء الله.